بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله يا شباب. مرات في الانترفيو بيسألوك، بيقول لك why do you want to work here، why do you want to work here، ليه دار تشتغل معانا؟ ففي ناس بيجاوبوا السؤال ده، الواحد بيبدأ يتكلم عن طموحاته وأهدافه وكده وتجربته في الحياة، وكيف انه يعني هو بيعتقد انه ده افضل شيء بالنسبة له. إجابة اوكي، it's not the best answer. في ناس بيتكلموا عن الشركة، يعني بيبدأ يتكلم عنه كيف انه الشركة دي شركة مميزة واحسن من غيرها وكده وكده. إجابة برضو اوكي، لكن it's not the best answer. فرغم انه الانترفيو بيقول لك why do you want to work here، لكن حقيقة هو اللي بيهمه انه انت بتقدم ذات قيمة، انت هتفيدهم بشنو، رغم انه هو ما سألك سؤال مباشر قال لك انت بتقدم شنو، هو قال لك why do you want to work here، فبيسألك سؤال عشان انت تتكلم عن البرسبكتيف بتاعك وانت داير شنو. لكن حقيقة انت داير شنو ما بتهم الانترفيور كثير، اللي بيهمه كثير انه انت بتقدم له شنو، فدل ده الشيء اللي بيهمه كثير يعني. فلذلك انت do you guys need the room؟ excuse me.